يزخر إقليم أوروميا بالعديد من الثروات الطبيعية الجذابة، وهذه الثروات التي من المفترض استغلالها للجذب السياحي، إلا أنها لم تجد الاهتمام اللائق بها في الأنظمة السابقة. وبعد بزوغ فجر الإصلاحات بقيادة الدكتور أبي أحمد، أولت حكومته اهتماما كبيرا لمجال السياحة كإحدى القطاعات التي تبني الصورة الجيدة للبلاد وتولد الدخل وتخلق فرص الأعمال. واستجابة لهذا التوجه الحكومي، تأسست مفوضية السياحة لإقليم أوروميا لتقوم بمهمتين رئيسيتين، وهما الترويج للمواقع السياحية في الإقليم وتنميتها والحفاظ عليها. أكما بيكمو كوميشن توريزم أوروميا بيكسي سوداف أكسوما سيمو ميسوم سوداف كانون دايدا أكما بيكمو أوروميا كابينيا قدا كابدي توريزمي داني غرو كابينيا كنا غاماتي ودوم بيكسي فامين تأسست مفوضية السياحة لإقليم أوروميا قبل عامين، ولديها هدفان رئيسيان، وهما التعريف بالوجهات السياحية لإقليم أوروميا وتنميتها. كما هو معلوم، فإن إقليم أوروميا لديه ثروات هائلة، ولكن ظلت هذه الثروات لم تجد الترويج المناسب، حتى أنها لم تعد على أنها ثروة سياحية. من أجل تمكين شعبنا من الاستفادة من هذه الوجهات والقيام ببيعها وحصول الدخل منها، فإن عملية الترويج مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تنمية هذه الموارد الطبيعية والوجهات وتقديم مختلف التسهيلات حولها أمر مهم، وهذا هو صلب عملنا. وفي مجال الترويج للمواقع السياحية في الإقليم، قامت المفوضية برقمنة هذه الوجهات لتسهيل الحصول عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على استخدامها تقنية الواقع الافتراضي. كوميشن توريزمي روميا كابينة توريزمي كانا ديجيتالي سولا الدنيا رف أكبيكم تايسا جرا ديجيتالي زوكو جنو كرا سوشال ميديا تنكو فوتون تاني كرا فيرتشوال رياليتي تاني اللي أكا إلى اللم. فيما يتعلق بالترويج، تقوم مفوضية السياحة لإقليم أوروميا باستخدام الرقمنة للترويج عن المواقع السياحية وتعريفها على مستوى العالم. ولا تقتصر عملية الرقمنة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تشمل تقديم هذه الوجهات خلال تقنية الواقع الافتراضي، لكي يتمكن أي شخص من أي موقع في العالم مشاهدة هذه الوجهات وأماكن الجذب السياحي والتفاعل معها كأنه موجود هناك. إضافة إلى ذلك، قمنا بإدخال عاداتنا وثرواتنا في موقع جوجل للفن والثقافة، لكي يشاهد العالم هذه الثروات ويدرك بأن بلادنا تمتلك ثروات هائلة ويأتي إلى زيارتها. يعرف تقنية الواقع الافتراضي على أنه تقنية حاسوبية توفر بيئة ثلاثية الأبعاد تحيط بالمستخدم وتستجيب لأفعاله بطريقة طبيعية، وعادة ما يكون ذلك من خلال وسائل عرض مثبتة برأس المستخدم، كما تستخدم قفازات أحيانا لتتبع حركة اليدين من خلال خاصية اللمس. وقد قامت المفوضية مؤخرا بعقد أسبوع التكنولوجيا، وعرضت فيها أنشطتها التي قامت بها في مجال الترويج للمواقع السياحية والتعريف بعادات وثقافات شعب أورومو. وفي مجال تنمية الوجهات السياحية، تقوم المفوضية بأنشطة واسعة تتمثل في تأهيل المجتمعات التي تسكن بالقرب من الأماكن السياحية بمختلف في المهارات وتشجيعهم ماديا لكي يبداوا مشاريع مختلفه. ديستنيشن ميشن سوكي ستي قبينيا شجرو قفوتون ثاني همنا نمانا نوصل جرو لي اك سكيلفول تاو اك اوغما هورتو تاسوني يساتو كولا يسكن رتي وجروتا ادلا الدنيا تاان قرقرتو تا ميسوما وجين تاولا نان نوصل رتي ودرغغوني اك غورماني أقوم أجرى هورتان تاسيس أجرى. في مجال تنمية الوجهات السياحية، لا تقتصر جهودنا في تنمية الوجهات، بل تشمل تأهيل المجتمع المحلي الذي يقطن بالقرب من هذه الوجهات لجعله يكتسب المهارات والخبرة في التعامل مع هذه الوجهات وإدرار الدخل منها، حيث نقوم بالتعاون مع المؤسسات العالمية وشركاء التنمية على أن يقوم الشباب بتكوين جمعيات ويكتسبوا مختلف المهارات. وعلى سبيل المثال، قمنا بأعمال من هذا القبيل بالقرب من بحيرة شالا
أبجاتا وهار ودنبل، وبعد اكتساب الشباب هذه المهارات نقدم لهم دعما ماليا لكي يبدأوا مشاريعهم. ومن ضمن جهود تأهيل الشباب تقوم المفوضية بتقديم التدريبات لتعزيز مهارات اللغة باللغتين الإنجليزية والعربية للمرشدين السياحيين وغيرهم بالتعاون مع شركاء التنمية. ديستنيشن وترت ركون قدانين توكو كومنيكيشنية كومنيكيشنين نمون دوسان الوفاني أفان ساندن دانين كيسومي سمكو لجالا سو إسا كان فرود آفي. هناك مشكلة كبرى في مجال التعريف بالوجهات السياحية، وهي مشكلة التواصل. ولحل هذه المشكلة قمنا بتدريب الطلاب الخريجين من الجامعات والسكان المحليين في مجال تنمية مهارة اللغة، حيث قمنا بوضع مشروع لذلك وتنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية. في البداية كان التدريب يقتصر على اللغة الإنجليزية، ولكن حاليا بدأنا تدريب اللغة العربية من أجل كسب سوق الشرق الأوسط لكي يزوروا بلادنا. تزامنا مع احتفالية الريتشا لهذا العام، نظمت المفوضية برنامجا لتكريم الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في الارتقاء بالسياحة في الإقليم وبناء الصورة الجيدة للبلاد. سجنتاني بالأسها بايم الكاتوري نورمالي بالاسني كمبر باتش سيفي نموت هوجي ججبو هجتن هوجي ساني سنا اكججباتني هجتني فيلا توكوفاني لما فامو نموت كمبرا هوجي تزميرتي ككوم سكقباتني فتاش سولافي. برنامج التكريم كان ناجحا جدا، وكان هدفه إعطاء الاعتراف للأشخاص الذين قاموا بأعمال جليلة في مجال السياحة بأن يستمروا في عملهم، وثانيا خلق الرغبة في الآخرين للقيام بمثل أعمالهم. وفي هذا البرنامج تم الاعتراف وتقدير الشخصيات التي قامت بأعمال كبيرة ونسيها المجتمع، ويستمر هذا التكريم في كل سنة من أجل تعزيز مشاركة المجتمع في المجال السياحي. وكانت ردود الأفعال جيدة جدا، لأن هذا التكريم أقيم للمرة الأولى وانتهى بنجاح. وقد حضر القسم العربي بشبكة إذاعة أورومية هذه المناسبة وأجرى مقابلات مع بعض الشخصيات التي تم تكريمها في هذا الحدث. واجبات العمل نوعين، هو عمل رسمي تعمله ضمن المؤسسة الحكومية، وعمل أيضا لا يتركك إلى أن تذهب إلى عالم آخر. فلعناية الأخوة المشاهدين، هناك تغريدة أنا وضعتها في صفحتي في تويتر، كلما رأينا أوطانا وكلما مررنا ببلدان وكلما رأينا أوطانا أخرى زاد حبنا في وطننا، ونكتشف أيضا بأن وطننا لا يشبه بلدا آخر بشعبه وبثقافاته وبأديانه، وهذا ما يزيدك حبا في بلدك ووطنك وبلدك وإقليمك أيضا. فإذن هذا الذي يدفعك إلى أن تعطي كل وقتك لخدمة البلد. حينما يناديك الوطن، نداء الوطن ليس في ساحة القتال فقط، القتال أنواع، في العلم، في الأدب، في الفن، في الإعلام، هذا مجموعه هو الذي يحفظ الوطن وينميه ويزيده قوة. وأنا سعيد أن أكون أحد اللبنة التي تقوم أو تسعى لحماية هذا الوطن وتحسين صورته في العالم والدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة. فهذا ما حدث خلال الثلاث السنوات الماضية بقوة، يعني بينما أن هذا العمل كان مستمرا معي منذ سنوات طويلة، لكن الأشهر والذي ظهر إلى العلن هو هذه السنوات الثلاث وبضعة من الإعلاميين القلائل هبوا ونهضوا للدفاع عن وطنهم. فكانت النتيجة كما ترون هو قبول عالمي والحديث أو الدفاع عن إثيوبيا بصورة منتظمة أمام وسائل الإعلام العالمية، والنتيجة مشجعة ومثمرة حقيقة. مسألة يعني ترويج السياحي وتعريف إثيوبيا هو مهم جدا في إطار أول شيء تغيير الصورة النمطية عن إثيوبيا،
وخاصة يعني إقليم أوروميا أكبر أقاليم أثيوبيا، فيه الكثير جدا 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 مما لا يعرفه السائح العربي، وهذه نقطة مهمة جدا. وشكرا للسيدة لاليسي مفوضية الترويج السياحي في أوروميا، عملت كثير جدا حقيقة بدون مجاملة، وغيرت الكثير من الصور النمطية، ونحن نعمل على إيصال هذه الأفكار وهذه الصورة للمتلقي العربي وللمشاهد العربي بصورة عامة، إن كان عبر منصات عامة أو عبر منصة نايلوتيك. منصة نايلوتيك حقيقة جاءت فكرتها وتم تأسيسها قبل يعني في مارس 21، وكانت الفكرة الأساسية هو العمل على يعني إيصال صوت أثيوبيا بكل تنوعه إلى المتلقي العربي عبر منصة أثيوبية عربية مستقلة، وهذه نقطة مهمة جدا، وتنقل الصورة العامة إن كانت على الجانب السياسي والاقتصادي وتعريف المجتمعات أثيوبيا، وأيضا يعني على الجوانب السفريات والسياحة وكل هذه الجوانب. ويعني أعتقد أقول إنه يعني التلقي كان ممتاز جدا، ويعني إلى الآن قطعنا مراحل جيدة جدا من ناحية يعني الزوار، الموقع والمهتمين بتلقي معلومات يعني عملية وواقعية من أثيوبيا، مشجع جدا بشكل كبير، يعني استطيع ان اقول انه مشجع اكثر مما خططنا له. يعني وجير التوريزم يندرما ننجالدا فدير ما كان راتو جچون كبا كير ما كان يرو ديرا وجديرا امس غرا فول داتس باي شلمات كان اول كبته بكم تي كان اول كبته باي نو جچو دا فدي كبا. احب قطاع السياحه وعملت فيها لفتره طويله، وانوي ان اعمل الافضل في المستقبل. ان مجال السياحه لديه فوائد كبيره، وخاصة في مجال وكالات السفر والسياحة، من حيث جلب العملات الأجنبية للبلاد وفتح فرص العمل. وإقليمنا أوروميا لديها العديد من الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة، وتقدم شركتنا خدمات النقل للزوار الذين يريدون أن ينتقلوا في مختلف أنحاء البلاد، كما نوي بتوسيع أنشطتنا لخلق أكبر عدد ممكن من فرص الأعمال. قبل ما أحضر إلى أثيوبيا أنا في مجال السياحة في السعودية، وكنت أعرف على السياحة في السعودية، وكنت أعرف المناطق كثيرة في السعودية. ولما حضرت إلى أثيوبيا وجدت أن أثيوبيا تتمتع حقيقة بمواقع جميلة سياحية، لهذا شغف التصوير لم يتوقف لدي وتوغلت في هذا المجال، والحمد لله أظهرنا باللي نقدر عليه بعدة أفلام توضح مدى قوة جمال هذا البلد من النواحي السياحية والطبيعية. بالتفصيل ما هي الأعمال التي قمت بها؟ نعم طبعا عرفنا بمواقع كثيرة للسياحة، وكذلك ركزنا على العوائل الخليجيين والعرب واستقطاب العوائل الخليجيين العرب إلى أثيوبيا، والحمد لله خلال فترة إقامتي شهرين الماضية في أثيوبيا استطعنا أن نجذب كثير من العوائل الخليجيين والعرب إلى أثيوبيا، وتغير الفكر والنمط الفكري عند هذه الفئة بأن أثيوبيا تتمتع بكثير من النواحي السياحية. إذن يعني قمتم بتصوير هذه المناطق تصوير هذه المناطق، وكذلك في مواقع في أديس، كذلك في دبر زيد، في أنطوطو، في عدة مواقع، والحمد لله توفقنا فيها ووجدت نشر كبير بالذات في السعودية وفي دول الخليج. أنا سعيد حقيقة بتواجد اليوم في هذا المحفل الكبير، وسعيد باستلام هذه الجائزة، وبالعكس أنا في رأيي أن هذه تكون البداية نحو انطلاقة للتعريف إلى أثيوبيا، وأنا يعني محمل بجد أن أواصل مسيرة في هذا المجال بإذن الله تعالى. يعني مستقبلا ما هي خططك؟ يعني هل تتوسع في هذا المجال أم مجالات أخرى؟ الحمد لله حاليا بدأنا في إطلاق مكتب سياحي يهتم بالجاليات العربية وبالتركيز على العرب أكثر، كسياحة عربية، أثيوبيا كسياحة عربية، مكتب اسمناه روح أثيوبيا، وبدأ العمل فيه الآن، وإن شاء الله تعالى أنه يجد القبول ونجد يعني قوة وضخم اللي نقدر نظهر أثيوبيا كما هي بإذن الله تعالى.
إن من أكبر الإنجازات التي قامت بها المفوضية في غضون عامين هي تغيير الصورة النمطية عن أوروميا على مواقع البحث على الإنترنت، والتي تتمثل في الحروب والصراعات والثورات واستبدالها بالمواقع السياحية في الإقليم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. كانان را أم فكينيا في جوجل رتأتي أوروميا جوجتو وانتوني جاكارين انقفل واي ورانا واي لولا واي ريفوليشني واي بروتيستي فاكاسا يتشال اما غرو اوريدي بلاتفورمي جوجلي كان جيجيرير اوروميا يوجيتو ادولي حواتات استغر سي سايتشال كوني هوجي كوميشي تريزمي هوجتيني دا كان جيجيرم يتشال. من أكبر الأعمال التي قامت بها المفوضية هو تغيير الصورة النمطية القديمة السائدة لإقليم أوروميا على موقع جوجل. وعندما تنقر محرك الجوجل لتبحث عن أوروميا فإنك تجد الحروب والثورات والمظاهرات، وقمنا بتغيير هذه المنصة بالكامل، حيث عندما تنقر محرك البحث عن أوروميا فيظهر لك أماكن الجذب السياحي، حيث أن من يبحث عن اسم أوروميا في جوجل لا يجد إلا أمورا جيدة. وهذا عمل ينبغي تشجيعه، والذي كان من المفروض أن يستغرق عدة سنوات، ولكننا قمنا بهذا العمل في غضون فترة وجيزة جدا بإشراك العديد من الجهات. والإنجاز الكبير الآخر، قمنا بفتح فرص العمل في مجال السياحة، حيث كان المفهوم السائد بأن قطاع السياحة لا يخلق فرص العمل، ولكن عالميا يعتبر قطاع السياحة من القطاعات العشرة التي توفر فرص العمل. وأكد السيد داني الأجما إلى أهمية تضافر وافر الجهود من اجل الارتقاء بالمجال السياحي الى مستوى افضل. هوجين توريزمي كوات ان كانو جتاو ميتي سيكتور لي غرغرا وجين كندو مينان كانو جتامو دا انفراستراكشري كراملي ادوني حوتتوكو اكا الى لمو اكا داوتامو اكا غالين رارغم غوتا شوري ندندا اسا كانمو سيكتور لي غرغرا وجين هوجچودان ابساتا ودندا ابشانتا ودندا كراتا ودندا بيرو لي غرغرا وجين كوجتامو ديتچا. إن عمل السياحة يحتاج إلى تضافر جهود العديد من القطاعات، حيث أنه بدون توفر إمدادات الطرق لا يمكن الوصول إلى أماكن الوجهات السياحية، حيث أن توفير البنية التحتية بشكل عام لهذه الوجهات يتم القيام به بالعمل مع مكاتب الطرق والكهرباء والمياه، ونعمل بالتنسيق مع مكاتب الاستثمار فيما يتعلق بتوفير الفنادق والنزل والمنتجعات، كما نعمل مع مكاتب الطرق والكهرباء والمياه في مجال توفير الطرق والمياه، وسنعمل مع كل الجهات التي تدعم عملنا. الأثيوبيين جميعا لابد من أن يتوحدوا ويأخذوا بأيديهم في حماية وطنهم. وأثيوبيا في منعطف تاريخي ويعني في الازدهار في التقدم إلى الأمام رغم المحن رغم الصعاب التي نعيشها، لكن لا توقف أبدا ولو للحظة. هنا إعاقات وهنا معوقات توقفنا في الطريق، لكن لابد أن نصر على أننا لا نتوقف حتى لو كان هناك صعاب، فلا بد من مواصلة المسير. وبهذا أعزائنا الكرام نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، وحتى جديد اللقاء وحلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.